السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، هذه الأعمال ينبغي أن يبتعد عنها الأزواج نهائيا، لأنها قد تدمر الحياة الزوجية وتسبب مشاكل كثيرة. قد لا تعلم أن هذه الأعمال التي سنتناولها اليوم هي السبب الرئيسي في ذلك. إذن احذر أخي الحبيب أن تطبق هذه الأعمال في بيتك أو بين الزوجين، لأنها تسبب الكثير من المشاكل. العمل الأول، وهو عمل شائع يستهتر به الكثيرون، وهو أن يرتكب الإنسان معصية قبل سنوات، ثم يدور حديث بينه وبين زوجته فيحدثها بما فعله في الماضي. مثال على ذلك علاقة عاطفية فاشلة. الله عز وجل أمرنا بالتوبة، فأي عمل يغضب الله سبحانه وتعالى، أي عمل لا يرضي الله، ينبغي أن تتوب منه أخي الحبيب، لأن الله يستر المعصية. من صفاته أنه ستير، يستر المعاصي على عباده ليفتح لهم مجالا للتوبة. فبما أن هذه المعصية تمت في علاقة عاطفية معينة، فشلت وانتهت، تبت إلى الله واستغفرت الله سبحانه وتعالى، والله غفر لك، لأن الله سبحانه وتعالى يطلب من عباده دائما التوبة بعد ارتكاب المعصية. فعندما تتوب إلى الله وتذكر الله وتستغفر الله وتقوم بعمل صالح، فإن الله يمحو هذا الذنب تماما. فهذه المعصية أو هذه العلاقة العاطفية الفاشلة محيت من سجلاتك تماما، من كتابك الذي ستقرأه يوم القيامة. الله محاها تماما بمجرد التوبة إليه عز وجل. طيب، لماذا تعيد كتابتها من جديد؟ كل إنسان، أنا أقول دائما، هو الذي يكتب صحيفته بنفسه في الدنيا، والتي سيلقاها أمامه يوم القيامة فيؤمر بقراءتها، وهو الذي يحاسب نفسه على ذلك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فبما أن الله محى عنك هذه الخطيئة وتبت إلى الله، فلماذا ترجع تقول هذه الحقيقة؟ وهنا أنت أوجدت مدخلا للشيطان. من الناحية النفسية أيها الأحبة، أي علاقة عاطفية تؤدي لمشاكل في القلب، قد تكون كبيرة أو قليلة أو صغيرة. وتحدثنا في فيديو سابق عن موضوع انكسار القلب نتيجة العلاقات العاطفية الفاشلة بالنسبة للرجل والمرأة. فالله عز وجل أكرمك أنه محى عنك هذا الذنب ومحى هذه الخطيئة بسبب توبتك إلى الله سبحانه وتعالى. فلماذا تعود وتكتب هذا الخطأ من جديد في كتابك وبلسانك؟ هنا أنت أولا تفتح بابا للشيطان ليدخل الشك بينك وبين زوجتك، وهذا الكلام ينطبق على المرأة أيضا. يعني امرأة مرت بعلاقة عاطفية فاشلة وتاب الله عليها، وطبعا لم يعد لها آثار في الوقت الحاضر، انتهت قبل سنوات، فلماذا تعود وتتكلم وتفتح بابا للشيطان ليعمل؟ لأن من أهم أعمال إبليس كما تعلمون هو التفريق بين الزوجين. لذلك لا تستغرب أخي الحبيب إذا علمت أن نسب الطلاق تصل إلى 40 و50% اليوم للأسف، وهذا خلال العام الأول من الزواج، لأن الشيطان يعمل جاهدا على ذلك. وبالتالي لماذا أنت تفتح بابا لهذا الشيطان ليقوم بالتفريق بينك وبين زوجتك؟ طيب كيف نقضي على هذا الأمر؟ من الأساس لا داعي أيها الأحبة أن تتحدث في الماضي، لأنك تعيش اليوم هذه اللحظة. علماء النفس يقولون عش هذه اللحظة واستثمرها وفكر بالمستقبل لتنجز شيء جديد. الماضي انتهى، لن يعود. فمجرد الحديث بالماضي سيفتح بابا للشيطان، يفتح بابا للتفرقة. والله تبارك وتعالى كما أكد النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يستر على العبد وقد بات يستره الله، ولكنه يصبح في اليوم الثاني يهتك ستر الله ويفضح نفسه. فإذا الإسلام أخي الحبيب دين يأمرك بالتفكير في المستقبل، دين إيجابي يريدك أن تفكر بشيء نافع. بدلا من أن تتحدث في الماضي، تحدث بالمستقبل، ماذا سنفعل. يعني الإنسان عندما يجلس مع زوجته ينبغي أن يكون التفكير في هذه اللحظة، كيف سنطور أنفسنا، كيف نبحث عن مصدر رزق جديد لتحسين الدخل، كيف سنحفظ القرآن، كيف سنكون معا في الجنة إن شاء الله. يفكر
ويتفاءل بالمستقبل. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، كان أكثر الناس فألا، وكان يعجبه الفأل الحسن، كان يتفاءل بالأشياء الجميلة بالأشياء الإيجابية، كان لا يحزن على شيء مضى إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله فيغضب، أما ما دون ذلك كان لا يحزن على شيء من الدنيا، وكان لا يغضب لأي أمر من أمور الدنيا، لأنه يعلم أنه سيغادر هذه الدنيا وهذه الدنيا ستنتهي. إذن العمل الأول الذي ينبغي أن تبتعد عنه، أقول لك بشكل عام، الحديث في الماضي، إلا في حالة واحدة، إذا كان هذا الماضي متعلق بالحاضر والمستقبل له آثار. يعني إنسان أكل حق إنسان، ينبغي أن تعيد له حقه، لا يجوز أن تقول أنا سرقت فلان والله سترني ولن أتحدث، لا، ينبغي أن تعيد حقه. ارتكبت معصية أو خطأ وبإمكانك أن تصلحه اليوم، ينبغي أن تصلحه. ولكن أنا حديثي الآن عن العلاقات العاطفية الفاشلة. فشلت طبعا، أي علاقة عاطفية لا تنتهي بالزواج، علميا تصنف على أنها علاقة عاطفية فاشلة. العمل الثاني أخي الحبيب، وهو عمل قد يقع فيه الكثيرون، يغير الإنسان فطرة الله ويغير الطبيعة. الله خلق هذه الزوجة وهذا الزوج لهدف هو استمرار النسل. يعني الهدف من العلاقة الزوجية أولا المودة والرحمة، ثانيا الذرية الصالحة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. دائما الإنسان عندما يتزوج بالنسبة للمؤمن عنده هدفان، الهدف الأول الاستقرار، الحياة المليئة بالمودة والرحمة وأن يسكن إليها وتسكن إليه، والسعادة. والهدف الثاني أن يكون لديه ذرية صالحة ينتفع بها في الدنيا وفي الآخرة. لذلك عندما يأتي الزوج زوجته من مكان لا يحبه الله، وأنتم تفهمون ماذا أقصد، يعني من الدبر أو كذا، فهذا الأمر الله لا ينظر لمن يفعل هذا الأمر. وهذا الأمر أيضا لو نظرنا له من الناحية العلمية نجد أنه يسبب مشاكل كثيرة، يزيد من احتمال سرطان الشرج. أنا لن أتحدث بهذا الموضوع، ابحثوا على الإنترنت عن أضرار هذا العمل، ستجد قائمة من الأضرار تتعلق بعضلة الشرج، ومشاكل كثيرة تتعلق بنقل البكتيريا من مكان إلى مكان، ومشاكل كثيرة جدا. وهذه المشاكل أكثر ما تكون بين الشاذين جنسيا. هناك أمراض منقولة جنسيا وبكتيريا معينة لا تستهدف إلا هذا النوع من الناس، الشذوذ الجنسي أو ما يسمونهم بالمثليين. فلذلك هذا العمل ينبغي أن تبتعد عنه، لأنه أولا لا فائدة منه، ثانيا مضر صحيا، ثالثا لا يرضي الله، لأن الله تعالى يقول فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ما هو المكان الذي أمر الإنسان به؟ كما قال تعالى نساؤكم حرث لكم، المكان الذي ينجب الذرية، المكان الصحيح هو الذي يستمر من خلاله النسل. أما هذا الشذوذ لا يعطي ذرية ولا يعطي نسلا، وهو خلاف حتى يعني حتى بالنسبة للذين يؤمنون بنظرية التطور وأن الطبيعة هي المسؤولة عن كل شيء، حتى من هذه الناحية هذا الأمر خلاف الطبيعة. فإذا هذا هو العمل الثاني الذي ينبغي يتم تجنبه تماما بين الزوجين، وللأسف هو وصلنا من الخارج. العمل الثالث وهو للأسف أيضا، يعني كل هذه الأمور هي سبب مشاكلنا اليوم، سبب المشاكل الكثيرة التي نراها، ولكن للأسف يعني قليل من يمتنع عنها أو ربما يبتعد عنها تماما. ربما نجد كثير من الناس يكثر من مشاهدة المقاطع الإباحية، يستخف بهذا الأمر. وهذا الأمر نحن عرضنا دراسة سابقا أيضا موجودة على موقع على الإنترنت، أن مشاهدة الأفلام الإباحية أخطر ما يكون إذا تم بحضور الزوجين معا. يفقد الرجل يعني هيبته، يفقد الاحترام بينهما، تصبح العلاقة شاذة نوعا ما. وبالتالي هذا الأمر أخي الحبيب ينبغي تجنبه تماما، سواء بين الزوجين أو حتى كل زوج مفرده، أمر خاطئ تماما، لأنه كما شرحنا في الفيديو السابق يسبب مشاكل، أنه يحرف نقطة التوجيه الطبيعية التي برمجها الله في دماغك. دماغنا مبرمج لنقوم بالعملية الطبيعية وليس بعملية وهمية عبر هذه الصور والمشاهد التي هي أمور وهمية غير ملموسة يعني. وبالتالي أيضا تحدثنا عن مشاكل كثيرة تتعلق بتدمير جزء مهم
من منطقة الناصية بريفرونتال لوب، هذه المنطقة خلف الجبهة مباشرة من الدماغ، والمهمة جدا في اتخاذ القرار، ومهمة في يعني تصور أن الزوج أو الزوجين يقومان بمثل هذه المشاهدات، فتتأثر قرارات لديهما بسبب المشاكل التي تحدث في الدماغ، فتتأثر هذه القرارات، وبالتالي يصبح الرجل أكثر انفعالا أو عدوانية أو متهورا في قراراته، وكذلك المرأة. وهنا تبدأ المشاكل وهو لا يدري لماذا. أحيانا الإنسان تحدث مشاكل في بيته بينه وبين زوجته وقد تصل إلى الطلاق. طيب هناك أسباب أنت لا تبحث عنها، أنت تبحث ضمن الأسباب الظاهرية، الخلافات الظاهرية، ولكن إذا تعمقت قليلا تجد أن السبب الرئيسي أو جذور المشكلة، دائما جذور أي مشكلة بين الزوجين، هو الشيطان. وما يفتحه عليك من أبواب، هو يفتح لك أبواب الشر هذا الشيطان، ويجعلك تتبع خطواته ليصل بالنتيجة إلى التفريق بين الزوجين. فإذا نجح الشيطان في التفريق بين الزوجين، إذن هو دمر المجتمع بالكامل، لأن كل هذا المجتمع يبدأ من الزوجين. فإذا ضمن أن البيوت هذه مدمرة والأزواج متفرقون والأولاد مشردون، فإذا هو ضمن عدم الاستقرار وعدم المودة وعدم الرحمة، وبالتالي فإنه يسهل عليه أن يلتقط مثل الذئب، عندما يفرق بين الغنم يلتقط كل واحد بمفرده. فإذا أصبح الزوج وحيدا والزوجة وحيدة والأطفال كل واحد في اتجاه، الشيطان من السهل عليه أن يغوي كل واحد بمفرده. بينما إذا كانت العائلة متماسكة، الأب والأم والأولاد كتلة واحدة، يصعب على الشيطان الدخول بينهم أو إغواء هذه الأسرة، ويصعب عليه إضلالهم أيضا. وهو تعهد أنه سيضل ويغوي أكبر عدد من الناس ليدخلهم معه في نار جهنم والعياذ بالله. لذلك أيها الأحبة أكتفي بهذا القدر اليوم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهدي كل من يسمعنا الآن إلى الحق والصواب الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. ودائما أخي الحبيب اعلم، اعلم دائما أن أي مشكلة تحدث معك إذا بحثت عن جذورها تجد إبليس وراءها، الذي أخرج أبوينا من الجنة والذي هو سبب كل هذه المشاكل التي نعيشها اليوم. فكلما ابتعدت عن الشيطان وطردته من بيتك من خلال الإكثار من ذكر الله، الإكثار من الاستغفار، الإكثار من الأعمال الصالحة، قراءة الآيات الرقية الشرعية، والإكثار من أعمال البر والحفاظ على الطهارة والوضوء، كلما أكثرت من هذه الأعمال تجد أن الشيطان يبتعد وتختفي هذه المشاكل تدريجيا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.